في بلاي في اخر نص ساعه من حصتنا اليوم نحكي هو ميركاتو. واليوم قمنا الاخبار انتقال اللاعب نضال سعيد من اتحاد بن قردين للعراق، النادي اربيل العراقي. اكثر تفاصيل باش ناخذوها من عند اللاعب. معنا بالتليفون نضال سعيد. نضال، اهلا بك. اهلا بك اخويا، واهلا بكافه مستمعين عم فهم. وعايشك اخويا، شنو هي الامور؟ الحمد لله الحمد لله. به اي اخويا، احكي لنا كيفاش الانتقال نتاعك. ظهر لي الموسم الماضي عديت عام به مع اتحاد بن قردين، على ايش اختيار الوجه هذا وكيف صار الاتصال؟ واحكي لنا على التفاصيل النضال. والله الموسم كان باهي مع الاتحاد الرياضي بن قردين، بعد ما انا كنت في السعوديه تعرضت لاصابه اللي خلتني حرمتني من 4 شهور ومش نكون مرتاح. جماعية اتحاد الرياضي بن قردين العفري انا صغير عشت معاهم كما دارنا كما عائلتي، وقفوا معايا الناس على نذكر اسمهم كما سي ورجي الجالي وسي ربيع الوحيشي والرئيس المونجي الاسود، كافة الجماهير واصحابي اللي عاونوني غادي والفنيين والاطار الفني والاطار الطبي وكل الفنيين اللي خدمت معاهم. كان ما 6 شهور باين على الاخر معناها، وخدمنا على رواحنا وتشوف معنا برشا جوائز برشا الاتحاد الرياضي بن قردين. ست شهور اللي عديناهم معناها كانت ما برشا سامي برزت وكانت معناها العينين عليهم كما نقولوا. والعرض هذا معناها جاء عن طريق وكيل اعمال احمد الحامي، نشكر وكيل اعمال اللي في تونس سي سالم الزيدي اللي كان معناها هو مش كوكيل اعمال، كاخ معايا انا من صغير معناها نلعب الكوره، هو اللي كان موقف معايا في كل شيء، وعائلتي بطبيعه اللي عندها فضل كبير برشا. به نضال، كيفاش صار الكونتاكت عن طريق الوكلاء صار ولا كيفاش بالضبط؟ والله شوف، هو عندي وكيل اعمال اللي هو في تونس وسالم الزيدي هو اللي كلاه كل شيء، والكونتاكت صار عن طريق سيد احمد الحامي هو الوكيل اعمال اللاعب السابق اللي لعب في الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي. ما كانوش مع عروض اخرين زاد، معناها نشكر زاد على المناسبه دي كانت احمد فيا اللي كنت باش نكون معاها، اما صار ظروف معناها ظروف اللي هي في الكوره اللي ما خلتناش معناها الكونتاكت اللي تقص كما نتاخذي في اتحاد الرياضي المنسيري جمعيه الامه اللي لعبت فيها والنادي الافريقي. علاش ما مشيتش واحدة من جمعيات هذم؟ اللي ما كانش جمعيات هذم اللي تقصوا كونتاكت، معناها صارت عندهم ظروف مشاكل اداريه. فهمتك. مشاكل اداريه ثم عرض اخر زاد البرا اللي هو خممت فيه اللي هو معناها شوف امور ماليه، تشوف الكورونا بعد الكورونا برشا امور ماليه طاحت معناها ما عادش كيما قبل بكونترا وكل شيء طاح السوق. معناها اخترت الشواذ في تجربه جديده في العراق بلاصه باهيه ان شاء الله تكون تجربه باهيه. ما تخوفك شوي امور الامنيه غادي في العراق واحد ولا سي بون الجو باهي غادي نضال؟ او انت تو واحد اسمه نضال ماشي ناظر سالت شويه واحد اسمه ولا نضال ماشي ناظر، مادام اسمك نضال اسمك على جسمك لازم تكون في الدنيا. هكا هاو سالت شويه على الظروف غادي نضال انت؟ والله شوف سالت ما نقولكش لا، ظروف الكره ما ظروف اخرى ما سالتش. ظروف الكره قالوا لي باهي وتحب ولا تكره في الممتاز معناها. صحيح. ياخذ بلاصه باهي وكل شيء، اما ان شاء الله تكون تجربه كبيره وان شاء الله تكون تجربه باهيه. سينو سكرت الباب بطوله التونسيه معناها بشويه دي الوجهه ديما غادي ولا كيفاش؟ نجم بالك اني نحل السوق غاد نفتح البطوله التونسيه غاد تولي تجي جوارة التونس. لازم نمشي غادي تمشي بجوارة التونس ان شاء الله. باه نضال، انا ديما عندي سؤال محيرني اخويا باش نبرفشك شويه هكا. من اللي كنت في النجم الساحلي نحب نعرف شنو هي المشكله بينك وبين فوز البنزرتي رغم اللي الزوز معناتها ولاد البلاد من المستير معناها. شوف اسلام، انا خرجت من الاطوال عمري ما حكيت، وانا لعبت في الاطوال عمري ما حكيت، هزيت فيها تترويت وفرحت معاه كل شيء. فوز البنزرتي استاذ انا جرون ترونور مانيش انا باش نحكي عليه كرويا، حاجه هذيك ظروف هذيك خالات هذيك شو انترونور اللي تلعب بعد اللي يخليك كوتي هذيك شو انترونور. انا حتى كي نخرج الكوره ولا نبطل من الكوره ما نحبش نكون نشد من لساني ونقول عمل لي وعمل لي وعمل لي، هذيك ربي يهدي هذيك هي الكوره. اليوم النهار يظلموك ونهار تظلمهم. اي مانيش انا باش نحكي. اي امشي نضال امشي نضال امشي نضال بيوت شنو صار نضال عاش بينك وبينه؟ ما بيني وبينه حتى شيء. امور فنية كهو تبارك يا ربي. لا والله لا بيني وبينه شيء، هو كان تقول له نضال تعيط يقول لك من احسن جواري ترينيت ياك ما تلعبش عنده كنت
انا عرفت هذيك شو انترنت لازمك تحترمه كل شيء. هذيك تربيتك واخلاقك لازمك تحترم الشيء هذاك. في المستير ما بيناتكم حد شيء؟ فما فماش حتى علاقه بيناتكم؟ لا في المستير انا كي كنت ماشي نادي الافريقي هو خلي كان ماشي نجم الساحلي هو خلي محبني نادي الصعيد ونادي الصعاد. والزوز ما لعبتوش عنده؟ لا زوز لعبنا بعد ما لعب. ما سمعتكش. الزوز لعبنا بعد ريزو مش ولا بد. يعطيك الصحة انتو كان نضال بالتوفيق ليك ان شاء الله في تجربتك الجديدة. ان شاء الله اشوفوك متألق في بطولة العراق مع هديك جديد نادي اربيل. دونك كان هذا معنا اللاعب نضال سعيد. فاصل ثم مواصلين استقبلوا بعد شوية ربيع بوزيد اللاعب نادي حملام في اللي تقريبا من اللاعبين اللي كانوا ضحايا كوفيد 19.